واقفة ذي اللي تو قاعدة تتخذ على تونس ابتزاز، راه حبيت ولا كرهت؟ ما معنى ابتزاز؟ انت تو انت من 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 عهد بورقيبة تو احنا نتعامل معاها من الناس هذوك، هي معركة إرادة. نهار اللي المجتمع يصبح هو ياخذ الزمام بأموره ما عادش يمدوا دينا حتى أي إنسان كان له. اليوم أخي علاش صارت الثورة هي؟ بالك كنا في نعيم يحبوا يصورونا اللي احنا كنا معناتها في نعيم. لا يا سيدي، الثورة كما كان يحكي لك ما خاف، اقسم بالله اللي ناوي يمشي عداه على شعبنا هذا صحيح، خاطر ما تعودش على السياسه 60 و70 سنه ما تعودش، اما هما يحبوا يغموه غمان. يناقش البرلمان الاوروبي اقتراح قدمه 7 نواب بهدف التعليق الكلي للمساعدات لتونس، شو رايك في القرار هذا؟ من البرلمان الاوروبي. كنت نسمع فيه أنا معناتها البرنامج في هنا تونس على أساس تم التصويت عليه معناتها بعدد لا بأس به، معناتها بالأغلبية نجم تقول 400 اللي موافقين اللائحة هذه على أساس أنه يكون معناتها فيه نظر كدعم لتونس، وهذا يرجع معناتها للواقع اللي نعيشوه فعلا، خاطر الواقع نتاع تونس والحمد لله ثم ناس معناتها تنظر له بحكم انه يعتبروا فيهم اطار في تونس معناتها مناخ نتاع ديمقراطي، معناتها ما بعد الثوره ما كناش نسمعوا الاشياء هذه، ما بعد الثوره 2011 معناتها عكس الناس اللي ربما انا نجم نناقشك، الناس اللي يقولوا العشريه السوداء، انا كعمري 60 سنه انا نعتبرها من اعز العشريات، خاطر مخاض، خاطر احنا عشنا انا واحد من الناس كعمري انا معناتها كشاب، معناتها كشاب ولا كشيخ كما تحب تحط تقارن العمر، معناتها 60 سنه معناتها عشت وشفت بان اللي عاشته تونس ما بعد الثوره انتم معناتها مش تعيشوه خير بياس، خاطر نظر المستقبل هما معناتها عشنا نحن حكومات استبداديه، لا ثم معارضه حكم فردي، لا ثم معارضه ولا ثم مجتمعي عار، هي تو المعركه الصحيحه تو فعلا في تونس، والله لا هي معركة مقاومة فساد، والله لا نشوفها معركة مقاومة فساد، معركة إرادة تو. أنه يا الشعب هذا تكون عنده إرادة يا ليس له إرادة، خاطر المعركة الحقيقية وقتاش تولي مقاومة الفساد؟ أنا نشوفها دول ديمقراطية معناتها مخاض، علاش قلت لك المخاض هذا؟ احنا عشنا مخاض 10 سنين راه. هم يحبوا يقولوهولنا يحبوا يقولوهولنا كأنتم كشباب ربما ولا يحبوا يرجعونا أنا معناتها اللي نشوفوا فيه تو الكوارث اللي نشوفوا فيها تو، أنا وليدة 10 سنين، هي والله بالعكس وليدة 70 سنة ما بعد الاستقلال، لك كان ثم استقلال اليوم يقول فعلا كرئيس جمهورية يقول كحماية كانت ما كانتش استعمار، إحنا نعيش عشنا أنا واحد من الناس 60 سنة عشت مع بابا في بيت وحدة 60 سنة بيت وحدة. مش يحبوا يحسسونا تو انتم جيرانسون تو البيت اللي انا كنت عايش فيه واحد انا بنتي في بيت وولدي في بيت. اليوم معركه إرادة، الشعب هذا ما يلزمش يكون عنده اراده، عمل ثوره يلزم نعيفوه في حاجه اسمها ثوره انه باش يكل للماضي، والماضي راهو تعيس، راهو ماضي تعيس، فبالتالي المواقف هذه اللي تو قاعده تتخذ على تونس ابتزاز، راه حبيت ولا كرهت؟ ما معنى ابتزاز؟ انت تو انت من عهد بورقيبه تو احنا نتعامل معاها من الناس هذوما نطلبوا حويجه لله. المستعمر ذاك احنا عندنا عدو واحد هي فرنسا، معناتها ان ثرواتنا تونس لاباس عليه، القرار هذايا يلزم مراجعته، وان القرار هذايا لا هو كما قلت لك من بالدرجه الاولى ابتزاز، وفعلا مادام نحن نمدوا في ايدينا يقول اللي يحبوهم يقولوه راه، لكن وقتاش قلت لك هي معركه اراده، نهار اللي المجتمع يصبح هو ياخذ الزمام باموره ما عادش يمدوا دينا حتى اي انسان كان له. اليوم اخي علاش صارت الثوره هي؟ بالك كنا في نعيم يحبوا يصورونا اللي احنا كنا معناتها في نعيم. لا يا سيدي، الثوره كما كان يحكي لك ما خاف، كي شجره نتاع زيتون عمرها ما تعطيك في النهار الاول، تعطيك حتى على بعد شجره نتاع زيتون تعطيك على 10 سنين، يجيك اليوم يجيك واحد يقول لك ثوره راهي 10 سنين سواد و10 سنين خراب، مستحيل وكانت 10 سنين، فيها السلب وفيها الايجابي ولكن مستقبل الشعوب القدام قدامها مش انسان كي يخزر قدام ويخزر وراه، ما عادش كما كنا، بالتالي انا مع ضد كل اي تدخل اجنبي اللي نحن نحكوا وقتاش نقولوا نحن ضد تدخل اجنبي ونحن نحكوا على السياده، وقت يكون نحن عندنا سياده، يعني مجتمعنا هو حقه باش ينتخب، خاطر لما تكون معركه كان باراده الشعب، ما غير اراده الشعب والله كلها مسرحيات، خاطر الشعوب عندما تصبح تنتخب هي تنتخب بالنخب نتاعها، وهي تسحب النخب، هي البرلمانات في العالم الاجمع شكون يسحب منه البساط؟ يسحب منه الشعب.
ما عمره ما يطلع واحد يقول راه ماضيكم بهم. انا تو انا ما نعرفكش، يجي واحد يقول لي ربيك وعليك انا نحكم عليه، لا الا ما نعاشرك ونعرف. انا كان انتخبتهم ناس ما قدموش اللي طالبوا منه، انا نسحب منه غدو في انتخابات. لاول مره في تاريخ تونس بعد 10 سنين تصير انتخابات باستمراريه، وانا قيس سعيد انا انتخبته، انا انتخبته على 2014 دستور 2014، وهو كان بامكانه يعمل زوج مبادرات شيعي تشريعيه ويبقى رئيس كم جمهوريه. تعرف كيفاش يبقى؟ يبقى رئيس جمهوريه ويزيد تتعود له دوره اخرى، خاطر لاول مره رئيس ينتخب بالساعة في تاريخ تونس، خاطر بياتنا وجدودنا قام صباح لقى رئيس. احنا ما عادش نحبوا نرجعوا له النهار هذاك اللي نقوم صباح نلقى واحد. لا نعبد الاشخاص، انا ارادتي عندما تكون إرادتي موجودة أنا نعتبر روحي سليم. هذه ما معنى الحرية؟ الحرية مش أنا باش نسب فلان، مستحيل باش نسب ولا نتعدى على فلان، مستحيل. حريتي هو أن وقت أنا نمشي للمنتخب ما نعرف النتيجة من الستة متاع العشية في المدرسة، مش غدوة نسمع بها 99.99 يجري وحده في الكياس يقول أنا الأول. هذه كانت قبل للانتخابات لأول مرة في تاريخ اللي يعتبروا فيها أنت رجع وحدك. شوف شكون يقول العشرية السوداء، كان اللي كان مستفيد وكان اللي كان مزدهد بابا وبوك وجدي وجدك، ولكن شي جيرسون اللي عملت الثورة هي يحبوا يسحبوا منها بيصاد بطريقة أنه رقم اللي عملتها ثورة ها وشريتوا منها. لا سيدي، ما خاض ذاك دول متقدمة في العالم الأجمع، ما ثماش دولة عملت ديمقراطية وكان المسار متاعها ما ثماش فيه مخاض، فيه السلبي وفيه الإيجابي. أنا ناخذ السلبي ناخذ الإيجابي ونلوح السلبي، أنا نمشي ننتخب. قلت لك زوز مبادرات يعملهم، يقول راو غدوة راي الناس هذه ما قدمت حتى شيء، مش نعملوا انتخابات سابقة لأوانها رئاسية وتشريعية، وبالتالي ياخذ هو فوتي. اما بس تسكر لي برلمان وتقول لي بيهم وعليهم انا نسحب منهم البساط، خاطر الناس هذيك نهار اللي عملت مبادره نتاع انتخابات مع هيئه انتخابات مستقله وقانون انتخابي بالعتبه، اقسم بالله لا عاد تلقى واحد معناتها يطلع لك للبرلمان بعشر اصوات ويصبح يحكي باسم الشعب. والله لما يطلع كان يطلع كان الصحيح. هذا ايش يحب له؟ يحب له مراحل، مش اليوم انا نعمل انتخابات وقت اللي اول مره العالم كله شاد بها على اليوم. علاش كما قلت لك ابتزوا فينا؟ قال لك عدم مساعدات خاطر ثم ايقافات غير معناتها مشروع وثم حاجات. علاش حسب لك ابتزوا فينا؟ خاطر يعرفون اليوم شنو ربما ثم مسار اللي محب يرجعنا بالتوالي. الشعوب مع الشرجة يفهموا ويعرفوا قارير، راه مش اليوم، قبل كانوا يساندوا في الانقلابات وكانوا يساندوا في اي انسان يبتز السلطه. توا ما عادش، توا عرفوا الشعوب قويه ياسر. انتم طيارات راك شنو عصر الانترنت راه توا، قبل كانت ناس تمشي في الظلام ما يراها حد، كانت نتائج انتخابات اقسم بالله لا تسمع بها، يجري وحده قلت لك في الكياس يقول 99%، 31 سنه تصور امريكا تحكم في العالم 48 رئيس ودول العالم المعرب متخلف. عندك ثلاث حاجات كانت تقول لي كنا في خير قبل، ها هما ثلاثة حاجات، الصحة والتعليم والنقل. ثلاثة حاجات هذوما تقول لي رانا كنا في خير، أنا معاك نقول لك ماذا بيا نرجع ل 100 سنة التالي، ولكن ثلاثة حاجات هذوما نعانوا فيهم تو نركبوا في مترو 3000 واحد. الصحة أقسم بالله ما قال حد لحد، أنا أمي اللي يقول لك تو بعد 10 سنين، لا لا أنا أمي ماتت الله يرحمها عندها 11 سنة، تم بالله الراديفو نتاعها مازال ما وصلش. بعد معناتها رانا نعانوا في ثلاثة حاجات هذوما من ما بعد الاستقلال، اللي يقولوا استقلال كان ثم استقلال، اما هما قالوا حماية. بالتالي رانا يلزمنا جيراسيون ما نتغلطوش، احنا ما طلبنا لا للفوضى ولا لاي شيء كان، انتخابات سابقه لاوانها العالم الكل يسمع به. لاول مره هاك تشوف فيها الدول اللي عملت ثورات في الصفر، لحنا لاول مره 10 سنين شعبنا الطياره ياسر، اقسم بالله اللي ناوي يمشي عداه على شعبنا هذا صحيح، خاطر ما تعودش على السياسه 60 و70 سنه ما تعودش، اما هما يحبوا يغموه غمان انه باش. اما اخزر انت مش نعطيك هذه الاخراني، اعطيني واحد عمره 10 سنين وعاش 11 سنه تو قداش من الثوره، 21 سنه شوف شنو في مخه،